السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 25 القسم 2 الفيزياء والموسيقى، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2016-2017. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات، ولتكن المثابرة على القراءة والفهم والحفظ والتطبيق. تابع معي، شوف كيف بقرأ المسألة. تعد القناة السمعية التي تؤدي إلى طبلة الأذن أنبوبا مغلقا، طوله أوجد القيمة التقريبية لأقل تردد للرنين. نجيب المعادلة الخاصة بالأنبوب المغلق، هذه المعادلة خاصة لأنبوب مغلق الطرف ومفتوح الطرفين، الاختلاف في N. بالنسبة للأنبوب المغلق N بتاخد أعداد فردي، لذلك باخد لمدة واحد بتساوي 4L، N أخذت عدد فردي وتساوي 4 ضرب 3 سنتيمتر وتساوي 12 سنتيمتر، هي لمدة واحد. نجيب المعادلة اللي بتربط ما بين التردد والسرعة والطول الموجي. لازم اللمدة تكون بالمتر، عندك إياها هنا بالسنتيمتر، لذلك بتقسمنا على 100. مقدار سرعة الصوت لازم تكون أنت حافظها، 343 متر لكل ثانية في الدرجة 20 درجة سيليزية، وبالحساب يطلع عندك التردد بهذا الشكل. وفي رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء.